اهلا بيكم في كايرو دار مره اخرى مع ستاتستكس شابتر 1 ومع الجزء اللي خدناه قبل كده. احنا قلنا احنا هنكمل الاوبريشن اون ايفنتس، ولما قلنا يعني ايه اوبريشن اون ايفنتس قلنا هم عندنا فور اوبريشن اوف ايفنتس، عندنا اليونيون، عندنا الانترسكشن، عندنا الديفرنس، عندنا الكومبلمنت. تعال نشرح واحد واحد واقول لك وات ذا مينينج اوف يونيون. يعني لما اقول لك اليونيون بتاع اليوم، ايه اللي حصل في اليوم كله؟ عامل يونيون يعني انت رحت هنا ورحت هنا ورحت هنا، ايه اليونيون بتاعهم؟ يعني عملت دول كلهم، يبقى انت بتاخد الكتير بقى، بتاخد كله في اليونيون. معناها لما اقول لك اتليست ده معناه يونيون، لما اقول لك الاوكير كيرنس اوف اي اور بي يبقى اور دي معناها يونيون. يبقى معنى اليونيون لما اجي اعبر عنه بقول عليه اتليست او بقول عليه اور، فده بيدينا معنى اليونيون. ولما اجي اعمل لك على فين دايجرام، طبعا فين دايجرام كل ده السامبل سبيس، ده الاي ده البي، كل الريكتانجل اسمه سامبل سبيس. فلما اقول لك اليونيون فانت بتقول لي كل اللي في اي وكل اللي في بي، يبقى ده معنى اليونيون. طيب يبقى في الفيجر اللي قدامنا الشيدد بار ده كله ريبريزنتد ايه؟ الاوكيرنس اوف اتليست وان اوف ذا تو ايفنتس، على الاقل. يعني مثلا لما اقول لك كده اكزامبل بسيط كده، لما اقول لك على الاقل انا معايا 10 جنيه في جيبي، يبقى انا معايا 10 جنيه واكتر ولا 10 جنيه واقل؟ احسبها كده معايا، انا معايا 10 جنيه على الاقل. على الاقل يعني انا معايا اكتر، ما بقول لك على الاقل معايا 10 جنيه، 10 20 30 100 وات ايفر. يبقى لما اقول لك اتليست معايا اكتر، يبقى لما اقول لك one the occurrence of at least one of the two events معناها ان انا معايا اكتر، يبقى اكتر معناها يونيون. يبقى خلاص انا باخد الكبير في اليونيون. دخلنا خلصنا اليونيون وهندخل على الانترسكشن. والانترسكشن ليها حاجات بتدل عليها. لما اقول لك الاوكيرنس اوف اي اند بي اند دي مهمة جدا، دي اند دي معناها ايه؟ معناها انترسكشن. اما اقول لك ايه اند بي توجذر، لما تلاقي كلمة توجذر دي معاها معناها ان انا بتكلم على الانترسكشن، اما اتكلم على البوث معناها انترسكشن، بوث ايه اند بي. طب تعال نشوفها على الفين دياجرام. ده السامبل سبيس، الجزء ده موجود في ايه؟ اند، موجود في بي. يبقى الجزء الشيدد بارد ده موجود في A وفي نفس الوقت موجود في B، فبقول ان ده الانترسكشن بارت بتوين A اند B، هو ده الجزء اللي موجود في الاثنين توجذر، او ده موجود في بوث اوف A اند B. يبقى ده في بوث A اند B، ده موجود في A اند B، ده موجود في الاثنين توجذر، يبقى ده معنى الانترسكشن. لما ندخل على الثيرد مينينج ديفرنس، ايه معنى الديفرنس؟ يعني لما اقول لك ايه الحاجات اللي موجوده في بي ومش موجوده في ايه، يبقى الحاجات اللي موجوده في بي ومش موجوده في ايه خدت الجزء ده. وممكن اقول لك ايه ديفرنس بي، يبقى باخد الحاجات اللي موجوده في ايه ومش في بي باخد الجزء ده بس. يبقى الديفرنس معناه لما اقول خالد ديفرنس احمد، خالد ديفرنس احمد، انا اسمي خالد وانت اسمك احمد. طيب لما اقول لك خالد ديفرنس احمد، ايه الحاجات اللي موجوده في خالد ومش موجوده في احمد؟ يعني خالد مثلا اصلع، انت مش اصلع، يبقى خلاص يبقى ده الديفرنس، انا بتكلم عن الحاجات اللي موجوده فيا ومش موجوده فيك. لما اقول لك احمد ديفرنس خالد، اشوف ايه الحاجات اللي موجوده عندك ومش موجوده عندي. يبقى لما اقول ديفرنس اشوف مين الاولاني، اجيب الحاجات اللي موجوده فيه ومش موجوده في التاني. يبقى لما اقول لك ايه ديفرنس بي معناها الحاجات اللي موجوده في ايه ومش موجوده في بي، لما اقول لك بي ديفرنس ايه يبقى الاليمنتس ان بي ونوت ان اي. ولما نقول ان اوبزيت فيجر ذا شيدد بارت مينز ذا اوكيرنس اوف بي اونلي، اه فعلا ده الاوكيرنس بتاع بي اونلي، ما احنا في كلام هيدل على الديفرنس، كلام اللي يدل على ديفرنس اونلي. وكمان حاجه كمان اي اند نوت بي اند نوت، يبقى في حاجتين هيدلوا لي على الديفرنس، كلمه اونلي هي بتدل على الديفرنس، وكمان كلمه اونلي كمان اي اند نوت. يبقى لما يقول لي اند نوت برضه معناها الديفرنس،
A and not B يبقى A مش B. B and not A يبقى B difference A. يبقى في كلام معناه دي معناها B difference A. إنما ممكن لما يقول لي أقول occurrence of A and not occurrence of B يبقى أنا عايز الحاجات اللي في A ومش موجودة في B. إذا لما يقارن ما بين اتنين يقول لي and not A and not B يبقى الحاجات اللي موجودة في A ومش موجودة في B the meaning difference. Third number fourth تعالى ناخد بقى على ال complement event. ايه هو ال complement بقى؟ لما اقول لك مثلا مين بيكملك في البيت، اللي بيكملك في البيت الباقي العيلة بتاعتك، بابا ماما اخواتك، يبقى لما اقول لك ال complement of A معناها اللي بيكملك في البيت، يعني كل اللي في البيت ما عدا انت، يبقى ده ال complement. تاخد كل اللي في السامبل سبيس ما عدا الايفنت نفسه. يعني لما اقول لك مثلا في الفيجر اللي قدامنا ده، ده كله السامبل سبيس. لما اقول لك وات ذا كومبلمنت اوف ايه، بتاخد كل اللي السامبل سبيس ما عدا مين، ما عدا الايه، يبقى بقول عليه نون اوكيرنس اوف ايه، نون اوكيرنس اوف ايه. انا مش عايز ايه، او ممكن اقول لك بطريقه ثانيه اقول لك نوت ايه، بس ما اقولوش بقى بالنسبه لبي اتكلم على ايه، بس اقول لك نوت اي، يبقى ده معناه نون اوكيرنس اوف اي، او نوت اي بس ما قارنوش ببي او قارنه بحد، بقول نوت اي بس. طيب ازاي بقى بكتبه؟ ده انت الكومبلمنت بحط عليه داش، بقول عليه اي داش، ويبقى كل السامبل سبيس ما عدا ماينس مين بقى؟ ماينس الايفنت اي. كده انا خلصت لك ال الـ events كoperations، بس درسنا اسمه probability، والـ probability ده هيدخلنا في axioms of probability. axioms of probability ثوابت ايه الـ probability؟ يعني مثلا في الفكرة اللي قدامنا ده، لما اقول لك ده sample space، say مثلا مدرسة، مثلا احنا عندنا مدرسة، المدرسة دي فيها 1000 طالب، الـ 1000 طالب دول نجحوا، يعني نتيجتها كام؟ 100%. يعني ايه 100%؟ 100%. يعني ايه 100%؟ يعني 100 over 100. يعني ايه 100 over 100؟ يعني 1. يبقى انت عارف دلوقتي اول حاجه في الاكسيومز اوف بروبابيلتي هيبقى البروبابيلتي اوف سامبل سبيس ايكوالز 1. يبقى اهم حاجه عندك في الاكسيومز اوف بروبابيلتي تعرف ان ايه، لو بكلم على البروبابيلتي بتاع اول السامبل سبيس يبقى البروبابيلتي بتاعته كله، وكله يعني 100%، يعني 100 over 100 يعني 1. يبقى عارف ان البروبابيلتي بتاعت السامبل سبيس 1. طب لما اجي اقول لك مفيش عندي في مدرسه اولى وثالثه ومفيش ثانيه، طب ما هو مفيش انت يعني مفيش ثانيه اصلا، ما هو في ثانيه مش موجوده فاي. يعني لما اقول لك البروبابيلتي بتاعت فاي بكام تقول لي زيرو. يبقى لما اجي اتكلم على الاكسيومز اوف بروبابيلتي اخد بالي من تو كونسبت مهمين جدا. لما اقول لك بروبابيلتي اوف فاي ما هو مش موجوده زيرو، بروبابيلتي اوف سامبل سبيس 1. اذا ما بينهم بقى هتلاقي ما بين الزيرو وال1 هتلاقي اي بروبابيلتي في الدنيا عمره ما يبقى نيجاتيف، يا هيبقى زيرو يا هيبقى 1 يا هيبقى ما بين الزيرو وال1، 0.8 0.7 half 3 over 4 7 over 5 7 over 15 whatever، اي فراكشن اي ديسمال less than 1، انما عمره ما يبقى more than 1، عمره ما يبقى نيجاتيف، عشان ده كده بقول ان اي probability هو الفاليو بتاعته ما بين 0 ما بين 1. يبقى p of a مثلا لو بكلم على a كايفنت يبقى greater than or equal 0 less than or equal to 1. الحاجه الثالثه في الاكسيومز اوف بروبابيلتي اللي عايز اقولها لك، ان لما يبقى عندنا عدد الطلبه في المدرسه، البنات مثلا 200، في عندي 200 جيرلز في المدرسه والمدرسه كلها 1000، فلو انت حطيت لي ان النمبر اوف جيرلز اوفر التوتال نمبر ان اس 200 اوفر 1000 ده هيدينا البروبابيلتي بتاعه الجيرلز. يبقى لما نقول اي بروبابيلتي في الدنيا باخد النمبر of events بتاعته over number of s over n of s فهيدينا ال probability بتاعت ال event. يبقى لما اجي اقول لك p of a هو n of a over n of s. كمان
ما تنساش ان السم بتاع all probability equal 1. المدرسة فيها first secondary second secondary third secondary، يبقى ده union ده union ده، السم بتاع كل probability بتاعتهم must be equal 100%، يعني equal 1. اه ما انت لو جيت تعمل ده وده وده هتلاقي ان النهاية انت جبت كل السم of probability in one sample space equals 1. خدنا فكرة عن الـ axioms of probability، وإن شاء الله ننتقل مع بعض في theorem 3 لما ناخد الـ axioms of probability. بس أنت عارف إن أنا لو عندي A and B subset of sample space مفيش intersection ما بينهم، distant عن بعض، إذا هما مفيش intersection بقول إن A و B mutually exclusive events. لو ايه بقى؟ لو الانترسكشن بتاعهم ايكوال فاي، لان اديتك دلوقتي ان دايما هيبقى البروبابيلتي اوف فاي ايكوال زيرو. وان شاء الله نتكلم على في مسائل بتتكلم كتير على البروبابيلتي، في مسائل كتيره بتتكلم على الايفنت، فانا حابب اقول لك اهتم بالمسائل بتاعه الايفنت لان انت ما بتحلهاش كتير زي المساله دي. لما اقول لك ان ذا اكسبيرمنت اوف توسينج كوين وانس two coins once، يعني ايه كوين؟ الكوين يعني يا هيد يا تيل، فانت ترميها مرتين فتديها هيد يا هيد اول مره هيد يا تيل، وتاني مره في كل مره تديها هيد او تيل، فبتعمل لها التري بتاعتك عشان تجيب السامبل سبيس. هعمل قال لي رايت داون ذا سامبل سبيس then find the following events، ما قالش probability، قال find the following events. ايه هو الايفنت الاولاني؟ بيقول لك the appearance of at least one tail، at least على الاقل one tail، one tail يعني ممكن one tail او اكثر، one tail او two tail. بيقول لك في number B the occurrence of at most one tail، بالكتير قوي one tail، يبقى ممكن one tail او اقل او مفيش. انا اقول لك بالكتير قوي معايا 10 جنيه، بالكتير معايا 10 جنيه، يعني 10 جنيه او اقل او مفيش. يبقى لما اقول لك at most a tail يبقى one tail او مفيش. لما اقول لك في C the appearance of exactly to head، انا عايز لما تاخد لي الايفنت ده تاخد لي بالظبط مين اللي حصل عنده to head exactly. لما يقول لي the appearance of two head at most، احنا اتفقنا at most باخد two واصغر، يبقى ممكن two ممكن one ممكن مفيش. لما يقول لي none appearance of tail يعني none occurrence of tail، يعني ما تاخدش tail خالص، يعني تاخد حاجات اللي فيها heads بس. لما اقول في number F the appearance of two head at least، بالكتير قوي على الاقل، at least يعني تاخد two اكتر بقى. طب مين اللي عنده two اكتر اذا كان الايفنتس اللي عندك كلهم two بس؟ يبقى مفيش عندك غير two heads، لان بيقول لك على الاقل two head، تو هيد واكتر. طب ما انت ما عندكش غير تو هيد بس في السامبل سبيس. يبقى فيرست اوف اول عشان تحل المساله دي لازم تعمل له السامبل سبيس، وانت كوننا السامبل سبيس اول مره هيد وهيد، هيد تيل، تيل هيد، تيل اند تيل، دول فور اليمنت في السامبل سبيس. فانت خلي بالك عندنا الهيد والتيل دول الاليمنت بتاعتهم 2، وانا رميتهم توايس يبقى 2 تو ذا باور اوف 2، بقى عندي النمبر اوف اس ايكوال 4 elements، عندي n of s دلوقتي 4. فتعالى نشوف، انا اتاكدت ان هم 4. كان الايفنت الاولاني لو نرجع نفتكر في المساله كان بيقول ايه؟ كان بيقول عايز at least one tail، على الاقل one tail. طب مين هنا at least one tail؟ at least one tail هنا، at least one tail هنا، at least يعني عايز اكتر، يبقى ممكن اخد ده. يبقى لما يقول لي at least one tail هاخد ده وده وده، ويبقى هو ده اللي هو عايزه at least one tail. خدت one tail one tail او اكتر، يبقى هو ده الاولاني. التاني كان بيقول لي at most two head. نرجع تاني لسؤال كان بيقول the appearance of at most tail مش head، at most tail. فلما اقول لك at most tail تعال نشوف كده at most tail يعني ايه؟ at most tail يعني one tail ها او اصغر او مفيش. ادي at most one tail فعلا، هنا one tail، هنا one tail، قال لي بالكتير one tail ما تاخدش ده.
يبقى at most ممكن مفيش تيل، ممكن هيد وهيد، يبقى انا هاخد at most one head، نرجع one tail. نرجع تاني للسؤال التالت، بيقول لك نرجع تاني لسؤالنا كان بيقول ايه. السؤال التالت في سي كان بيقول لك الابيرنس اوف اكزاكتلي وان هيد، هو عايز وان هيد اكزاكتلي. طب تعالى كده نشوف سي وان هيد اكزاكتلي، مين اللي فيهم هنا وان هيد اكزاكتلي؟ هنا وان هيد وهنا وان هيد، فانا هاخد الحاجات بس اللي فيهم وان هيد اكزاكتلي. طيب كان السؤال اللي بعديه نمبر دي كان بيقول عايز الابيرنس اوف اكزاكتلي تو هيد، فانا جبت له تو هيد. عايز بعد كده تو هيد ات موست، بالكتير قوي تو هيد. يعني ايه بالكتير قوي تو هيد؟ يعني تو هيد او وان هيد او مفيش، اللي هما تيل وتيل. طب عايز نون ابيرنس اوف تيل، مفيش تيل خالص. تعالى نشوف سي ودي تاني في الحل. ادي وان، دي خلاص طلع اس كله، بيقول لك اتليست وان اي كانت، نرجع لها في السؤال كانت بتقول ايه. ايه كانت بتقول ذا نون ابيرنس اوف تيل، مفيش تيل خالص. طب ما هو كله ده لو رجعنا للسامبل سبيس بيقول لك مفيش تيل، ده في تيل، ده في تيل، ده في تيل، انما مين اللي مفيش تيل؟ ده الهيد والهيد، فانا هاخد الهيد والهيد بس لما يقول لي نون ابيرنس اوف تيل، ولما يقول لي تو هيد اتليست. اتنين هيد اتليست، يعني ايه تو هيد اتليست؟ يعني انت عايز تو هيد واكتر. طب ما انت عندك مفيش غير تو هيد او اكتر، ما عندكش اكتر من تو هيد، يبقى تاخد بس تو هيد لان ما عندكش اكتر من التو هيد، وهو ده هيبقى اخر حاجه وطلبها في نمبر اف. طالب اتليست تو هيد واكتر، مفيش عندي غير التو هيد، وكده يبقى خلصنا يعني ايه ايفنتس وازاي بنتعامل مع الايفنت. وان شاء الله نتقابل المره القادمه في جزء تاني مع ستادي 3 مع البروبابيلتي والاكسيومز اوف بروبابيلتي.